الحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، يقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا عشر كان وعشر كي بقولي اللباتن إيا اللحاد وحونا كمدي هاي عشر رذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم أفرتن آية ضبو عشر كوكوما آيات كنتم إيا سقالات بوك باللابن آيا كنمدا من سورة مريم آيات سقاشا إيا سديدات نواكو أقياي سورة دانا كمدا أنا دان بايسا عشر كعشر رذي كور ريوكو حيران يهي لقصوا باللابا سورة دا أول كيدا وحالو حسي انت بشر كأقوقي من بدن قاركود بالو حسي سلسلة ذهبية وحلق باللابي نبي الله زكريا يحيى عليهما السلام مريمية عيسى حقي عليهما السلام إبراهيم با حقي أو إسحاق يعقوب يا أولادي سلق دري دبديدنا موسى حقي إسماعيل با حقي إدريس با حقي آيدي أقدم بيسي آدم يا نوح بالو شقي كلك انتو بان كبادن احنا قمة البشر بني آدم كدرجة وقوصة الرئيسي ايا سورة دا اول كايدة الى عشر كان لقصو قارة فخلف الوصو حسي وحا آيات دي اقودن بيسي عشر كي هوري اللي هو اجمالي سيدي الله اقو حرنايه آيات كي سنة اودا قيسن جيري اوامرت ابن ام المرين جيري اوهن ايا سجودنا اسو قدري جيري أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا طبعا قيمة قبضا بإلهايين كل كمركي أخيارتي سيدا أهي الدنيا ذاي كلماتي أردال با أقدم بيسي أرداشي با آياد اللغوط المامايا وحي يالان وحي انتي هور الدرية اللي جيري تحقل انتي دينت إيا أوامرتي إيب إيا عبادي سمين جيرين وحي أولان با الله دايعي كلك كلمة خلف إيا كلمة خلف أولام كالرهيبو أيا فرع الله دافا إنو حيا إنو في عنياي لبدا ساكلا سارتا خلف مركي اللي يرى أولام كالرهيب فرح أون خير لهين وعاصي وفلاقاو خلف مركي اللام كالرهيب
فرع في عنود مركز ربي يري سبحانه فخلفه وحدوني ذا أهري أخيارتي اللي قصوا ورمينا كدب مري من بعدهم أخيارتي اللي صوى شيئي قيري ذا ذي دبضو إياقي دوني ذا هدي دافين وحدوني ذي أدب مري خلف فرعه فرعه تلمانتي سنو شيئ مرك الله وحي ديعين كو أسلاة سلاة دي ويديعين إما إني كل قيد بكتغين وإما إني أخيرين وإما إني أركان تهدي شروط هذه داوعين نظام كهدي هيئات كينا إلى المواهين أذان كي أقمد دي ويساقات كينا إلى المواهين وعصو دنب طليع بون نقنايا كل كفر عانحن لقن كوذكو بادو وحاول الله صلاة صلاة دي ويديعين قوي أما كتغين أما دندرهين أما الدبين دابيين وقت قدي دافيين وتلمانتو دي كوباد تلمانتا لرهباد مركي لرهباد تلمانتا لباد إني آيات كي يألي النبي يالكو حرمان ويكوك عن سيرين واتبعو شهوات نفوحي وتلمانتا يسكر راعين نفنا واتقانا إن النفس لأمارة بالسوء حمام بي فريد بدنتا وحي نفتا دو كفر إيسا وحفي عن ماها خلاف نفتا ذلا خلاف جنة اللغوتقا قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كل كشهوية نف الدنيا هي شيطان مع معان بيراعين واتبعوا وحي راعين الشهوات بيراعين وحي النفط وضوء ساكتي إهان شرعي عقلي الدين منا وافق سنين بيراعين أبا القد محاوة كل كدتك في عنان لما ذي أرداشا سأدونك أهرتي سلادي أبي ديعين نفي شهوية شيطان بيراعين فسوف ديب دمد أي يلقون لكل مدونان غيا تقنارد بي لكل مدونان نبي قوادي بوكوشك في جهنم كيال حلق يبلا أي كجيران أن لحملي كرين أو جهنم انت ذكرا إساك سبحان الله إساك أهل نوال لقوشك كلك عيلا شآلا بوادي يا شيكو وسيالا كلك أما عيل هنقضو أما وادي هنقضو وحي لكل ما ين عذاب درون فخلف وحاد قدال مري من بعدهم أخيار تهوري اللقصو ورمي قداسو بعد موتهم خدي أخيار تي لما دينا يتقين دوني دي وحاو قدال مري خلف داد حنحن وفرع وإيقب كبر مي الله وحي دادك فرع ضيعين أسلاة سلاة دي بي ضيعين وقتك إيا إيا دي لبضبا واتبعوا وحين الراعين الشهوات النفط وضو وحي جعليستي أي إسك الراعين فسوف دبدن بأ أي يلقون لكل مدونان غيا وادي ناردو أما عيل نارتكو يالو ومع ذلك هدنا وعاي صلاة دي ديعين شهو الراعين أي ربي يا الدين يا رسول خلافين هدنا توبدي إبال لبدي الباب الله فري وإيقو وحا سمي هدي توبت كانان وعلى سودة ويناي قال تعالى إلا من دد ما هان تاب كان نقضي قف كان وصلاة دي لديعي إيا شهودي النفطي للراعي ضدكي كان نقضي حقي الرن إيا إبي الرسول يدينه النقضي مركو إبا النقضينا وآمنا حقي رميي هدور رميي وعمل فلي صالحا عمل وناكسا فأولئك كواس نقوش قف لغا النقض فمين حق للرميي عمل صوبا لقوتو سدح ذا اسكو داري يدخلون وحي قلي دونان الجنة قلي دونان ولا يظلمون لنا الظلمين مايو شيئا وحسنات كوذية ثواب كوذا كميدا أولا قد ظلمين ايان مجيرو وحدا بأيان كسبا أولا دول صار ايانا لما أركو جنة ذي قل ايان والا سيفا سيري جنات عدن نقاديق جنة ذي سي اي قل ايان التي جنات عدنك وعد الرحمن والله نحرست أوه يبوهي إياده أدومهيس توبة إيا إيمان إيا عمل صالحة إسكو درسد بالغيب إياقو جنة كما قن بوالله يبوهي محايا إلي جنة في السماء بيكوتال إياقونا في الأرض بيجوغان خلقا جنة عندكم هيان من أركان ومن موقته إنه إله كان وحو هذا
وعده وحي ربي بيبوه ماتيا من إيماني إساقي با إيماني أما والله إيماني أما وحاو إيماني قفكي لو يبوهي أو إسقفي مايا إنك استو جندان لشيقا يا أي فوقتاي سماواتك يماشا أي كجيرتو قلدان مؤمنين تلو يبوهي دولك أي جوغان حدنا واحا إيباو يبوهي إيا إيقا مؤمنين تا إسقفي مايا جندي باو إيمان ولو كان ايا يجي بلو كان ايا قيامة مركي تغان ولا قنصين ايا سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ألا أشيغ ايا قنصين ساسي مركا توبة دي وقفر انتاي كل كادم دي محاذوك شيء إلا كوكو نعمة يا توبة الآن بو كوكو نعاية إلا من دد ماهاني انصوف يلقون غيا بلغ استثنون ايا وهذه النار هذه عال نار مدن اللقين مايو إلا من دد ماهان تابا قفف كي كرين كان نغدين إلا بي أن نغدين يقول دقب سدين ويو توبت كانين وحمه يقف كي قلين لراشا دي كان لرادين معصية دي عاسيين أوامر تيسي أي ديعين بي كان نغدين وألا أن نغدين وآمن حقي بي دبرهم مايين وعمل وحايسا مايين صالحا عمل صوبا صني فرد بواق قتين فأولئك كوا التي المامي يدخلون قرك لوحا لقلنا يا الجنة بيقلايا أما لقلنا يا ولا يظلمون للظلم مايو شيئا وحير هفيرات إما بالنقص حسنا وناق إليهن إن لقدموا أو بزيادة سيئة همانيا قلبسا إن لقوكر ديو لبدا مدنا لعميسو وصدق الله إذ يقول فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهاقا أجرنا لقديم مايو دنبنا لدول ساري مايو أوسن لاي جنات عدن جنات إقامة نقاديك جنة ديسي بيقل أيانو ملايان كقوري كان قيريوني كان قبوبي الرسمية أي يقل أيان التي جنات عدن وعد الرحمن الله النحريست أوي أبوهي عباده أدوم ديسا استوبت كان حق الرمي عمل كسوبا ليماد أيا ربي أيبوهي بالغيب إيقو جنة كمقا فرم يروه أيا جنة أركي لأنها في السماء إركا كركي سيكوتا الله وهم في الأرض للكي جوغان وكلم قيهين إيدي جنة إيقا مؤمنين تا وكلم قيهين كلك الله سيبوهي وحي الله يبوهي ما حبسامي كراي إنه إبه كان وعده وحو يبوها إبا وحو نغضي موعوده وحي او يبوها مأتيا مد للا إيمانا اسم فعلوي أما مأتيا مد إيمانا يا اسم فعلوي يأتيه صاحبه قفك الله يبوها إبا او إيمان أما وحي بابا لو كينا يا كلك إبا وحو يبوها أما هلا كينا أما إساقي هاي مادو أما قفك الله يبوها هوتاقو كل يوحب ساما يولوين يا ما لا يسمعون فيها اللغو وحمرك الله تلماما يا قول داس مؤمنين تي الله رميسي اقففك كنقوة عمل كسوبا زميسي جنة مركا يكو جيرا راحة ذي الدقنانت بوق إيا حلوسي عن تربقش لانت إلى وحو يري سبحانه لا يسمعون مغلم مايان فيها جنة قده هذا لغوا عن تربقش ولن وحكوه لنا وبغتها ونمسلحة كجيرين إيا نعنع مغلم مايان إلا سلاما بريدين بيسا مغلانو مر إله باسو بريدين آيا سلام قولا من رب الرحيم مرنا إيقا إس بريدين آيا دحضو دا إسكا بريدين آيا وقلب قلودا كالي تحييتهم فيها سلام مر ملائك باسو بوقان إيسا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فالنعم عقبدا كل كان مرأي ملائك بريدين آيسو إيا مر الله بريدين آيو يا مري دحضو دا اسكا بريدين ايان قولك معاني سلامتا و انا ان بدقل يودان هايستان يباتي اول واليو اي من نقبين ايا لو عدين ايا كلك لا يسمعون مغلم ايان فيها جنات عدن قده هيدا لغوا عن تربقش مغلم ايان الا سلاما بريدين بي مغلا ايان ولهم حق عمتدو حيليهين خزقهم هم قريقودا فيها جنة قده هذي كل أيهين بكرة النسك هوري إيه وعشية النسك دنبال بضل يا ترى
haddaan meeshii qorax iyo maalin jirin, nis hor iyo nis dambe waa shaqadii halkan lagu yaqiinay see lagu garanayo. Jannadu sideedaba mugdi male, qorax soo baxda male, qorax dhacdana male, way iska iftiin joogtaa, laakiin see awqaadan lagu garanaya. Waxaa iska suuragala awqaadaa la gaara marka la quraacdo ama la qadaynayo ama la cashaynayo, nuurarku inay isbedelaan waa suuragal, oo nuurkii ay markii hore dhowrinayeen mid aan ahayn in loo bedelo. Waxaa kaloo suuragala albaabadu inay furnaayeen kolkii hore marka iyada aanay albaabadu xirmaan, ama iyagoo u xirnaabay furmayaan albaabadaa furmay ku garanayaan, ama sitaarka iyo xijaabka dariishadaha laga laalaadinayo ay ku garanayaan, calaamay ku gurtaanba meeshii qorax male. Haddana waqtigay wax uni jireen siday u caado lahaayeen, quraacdii waa ratiban tahay sideedii, qadadiina waa ratiban tahay, cashadiina waa ratiban tahay. Walahum ahlu jannaha, waxay leeyihiin fisquhum cuntadooda, fiihaa jannada gudaheeda, bukratan niska hore oo qadadii iyo quraacdii iyo cashiya niska dambe, casariyadii iyo cashadii iyo wixii baa wada diyaarow. Tilka aljannatu allatii nuurithu min cibaadina, jannada markaa la tilmaamay ee ilaah addoommadiisa u yabohay, een war xumi iyo buuq iyo dhibaato lahayn, cuntadeeduna diyaar tahay. Asbaabta lagu mutay baa rabbi sheegay, taqwaa lagu mutay. rasuulka marka la weydiiyey ee la yidhi janno wax lagu galaa maxaa u horeeya, attaqwaa wa xusnulkhuluq, alla in laga boqo, layska ilaaliyo muxaramaadka iyo kufriga iyo shirkiga. addoommaha yaallana dabeecad macaan lagula dhaqmo ayaa wax janno lagu galaa u horeeya. rabbi wuxuu yidhi subxaana, tilka taas iyadii oo dhow, waxaa laamulbucdiga ishaaradaa dheer loogu tilmaamaya, qiimigeedan wax la koobi kara ahayn. fii jannatin caaliya quduufuhaa daaniya, waa janno sarraysa oo samaawaadka ka kor ku taalla, xisan oo inay meel fog ku taallo ay koraysaa. waa macnan inaan qiimigeeda la gaari karin bay labaduba ku sarraysa. tilka taas jannada ee la idiin tilmaamay, aljannatu jannowe, allatii jannada aan nuurisu dhaxal siinayno, man baan dhaxal siinaynaa, min cibaadina addoommadanada isagoo ka mid yahay, man baan dhaxal u siinaynaa, kaana noqday taqiyan, alla midka baqa, kufriga shirkiya macsiya iska ilaaliya, bacda taxalli biliimaani waalcamali saalix, isagoo iimaan runa iyo camal suuban sameeyey buu kufriga shirki iska ilaaliyey, kaasaa dhaxal u qaadanay. aayaddan waxay ku fasirtay aayadaynu suuradda ku soo marnay, innaa naxnu nariisu lardo waman calayha wainaa yurjacuuna, kale wey kolkaas sida loo dhaxlaayo, caasiyaalkii baa guryihii naarta ee kuwaan loo talagalay dhaxlay, iyaguna guryihii jannada ee kuwaan caasiyaalka loogu talagalay ayay dhaxleen. waxaa dhaxalkaa lagu mutaana taqwowey, tilka taas aljannatu, ee jannada, allatii jannadii wey, nuurisu aanu dhaxal siino, min cibaadina addoommada annaga na rumeeyeena raacay isagoos ka mid yahay, man baan dhaxal u siinaynaa, kaana noqday taqiyan, mid alkufru waalmacaasi iska ilaaliyow. wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik, labada tan aayadood sababu nuzuul bay lahay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka ay mushrikiintu su'aalo saddexa weydiiyeen, eedulqarnayn iyo asxaabulkahfi iyo ruuxa saddexdaa la weydiiyey, ee uu jawaabta calayhi salaatu wasalaam ku fududaaday ee uu yidhi barraan idiin sheegay, ayaa shan iyo toban maalmood jibriilna u iman waxyina soo degin, ilaa ay gaaladii ku farxeen oo yidhaahdeen wixii u iman jiray waa uu dayriyey. markaasaa jibriil oo socda yimid rasuulka markaa cabasho ka dimay, wuxuu yidhi yaa akhii, yaa jibriil, maa manacaka an tazuurana akhara mima tazuuruna, siyaaradaadu waa nagu yartahay intaa ka badan maana soo siyaaratid, waad iga daadi cabaar baad iga maqnaydu. jibriil markaa xaqiiqadii buu u sheegay, markaanu malaa'igtanah miyaan nuuxsannaa ilaa amar eebba maahaan, iskama tamashlayno, meel walba ma marro, waa hogannaa ilaa amarku yimaad, goortu amarka yimaad baan dhaqaaqnaw. qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi waa jawaab can jibriil su'aashii nabiga u weydiiyey baa rabbi jawaabta u keenay.
وحو يري وما نتنزل كلمة تنزل النزول وقتا بعد وقت مر إيا الله بي اسكسو دبدقو كلك وما نتنزل مدك دقنو حتى الملائكة النهاي إلا بأمر ربك ربك أمرون فروس دقن نيرا إنا نكسو دقنو مهاي كلك تمشل إيا عدل صعود من نقانو له إله وحولي ما بين أيدينا وحي إنك هرتا نجيري أمر الآخرة إلى كلية علما وقدرة إساقان أبورتا إساقان يقان إساقان لبدا بكولة وما خلفنا وحن قدم بي وأدوية دي هدى كور لسومو دي وما بين ذلك آخر مركة باللابد نونتو إيا الدوية دا إنتا كلمان هدر إنتا ساما بين ذلك إنتا با إساقان إسكشيو إساقان لهو مركو وحصو لنو دا أوكيهي وما بين ذلك وما كان ربك حدنا ربك معها نصيا مدوح اللوبا معها رب السماوات ملائكة كلية تمعها إلى ريالك الله الرب إله مامولة أبورتين والأرض والرب الأرض بلاليال الله عليه إيه أبورتين مامولوي وما بينهما إلى ريالك إيه ريالك إنت أولا حيثا إساقاله هو حكونا الأبورتين إذن انت بهدو كلقي لأيهاي فاعبده وحده كلقي عابد يا محمد واصطبر دل قاضو لعبادته لأجل عبادته عابدد ألاد عابد إيسا درتابنا لدل قاضو هل تعلم موادك تهي له إيبا ما أتقان سميا وحكو مقعه وح الله اللي يرادون إساقاهي المشيقي كرتا وح رب اللي يرادون إساقاهي المشيقي كرتا وح الرحمن لا يرادون إساقاهين مشيقي كرتا كل كان مجرون كل كان وحكم مقع أمالي وحكم معنى أمالي وحلم مد أمالي ذات ديسة إيا أسماء ديسة إيا صفة ديسة إيا أفعاش ديسة إيا إلوهية ديسة الربوبية ديسة انتبه إساقاه لقارة إذ لو ذاكتنا أمالي وما نتنزل مدقنو إلا بأمر ربك خبك أمرك إنا نكودقنا ما هاني له ربك لقي وحوليه أما علمي يا قوم أولياي أما أودي يا قدر أولياي ما بين أيدينا إلا قهرت إن وحاه من أمور الآخرة آخرة أمر يالك هذه وما خلفنا قداش إن وحاه مما مضى من أمر الدنيا الدنيا ذا أمرها ذا وحي تقايا وما بينهما آخرية أدونك إنتي تقتي وحاود عي وما بقي من الدنيا الدنيا وحاها درك دمون انت با اساقالوه اقونيو اوود بكوله وما كان ربك ربك ما اهان نسيا مدوح اللوبو رب سماوات عراليالو دان الله له مامولة ابورتي والارض والرب الارض بلاليال الله ابورتي الهوي وما بينهما وحيودها يا عراليالك يا لوليالكنا اساقا ابورتوله فاعبده الله هاس انت ابورتي كليقي عابد واصطبر دل قاذا لعبادته عابد داد الله عابد ايسا درتاد لدل قاذا وعبادة ولقاها كدرس هل تعلم مواد اكتهي له ايبا مواد واكتهي وما اقيد صميا وحكم اقعو مجرو ويقول الانسان ومع ذلك اوصد ربي اوديس يا قدرديس يا علم قيس اللوت المامي ولمنكرين بعثك يا قيامة دي دفرسا ملحدين آخرة ديدا با أدوية دي كبوحدة يقاس ربي تلمامي قال تعالى خبوحير ويقول وحده دون الإنسان كافر كقيامة ديدا ملحدك وحده دون إذا ما قرت أن ميت دنتو لسوف دبدا بمياه أخرج لي بحين دون حيا أنا أمد النور الله تاسوك جوابي وحو إلهي سبحانه أولا يذكر الإنسان كنسان وحد الله يا موسى حسوسنين أولا يذكر الإنسان قرأك له أولا يذكر الإنسان كنسان وحد الله يا موسى حسوسنين أن إيبا أنك إيباءنا خلقناه إساق أبورني من قبل هذا كهر ولم يكو إساقونا أهين شيئا وحفا معيكو كالدوينيهين soo celidan kulku geeriyooda ka gadaala soo celin doono iyo abuuridii hore
isagoon wuxuu yahay la arkin la abuuray maxay ku kala duwan yihiin, kolka hadduu wax iimaan loogu talagalan yahay taasuu ku cibro qaadan lahaa. Awalaysa aladii khalaqa samaawaati walarda biqaadirin calaa an yakhluqa milahum bala wahuwa alkhalaaqu alcaliimu, ilaahay kuwaan hore u abuuray inuu mar labaad abuuraa wax kuma aha. wayaquulu linsaanu, mulxidka aakhiradiidan wuxuu dhihi doonaa oo mushrikiintii quraash iyo wixii lamida a idaa maa goorta aan midtu dhinto mudtu qira kale wey lasawfa dib dambe miya ukhraju laysoo bixin doonaa xayan anoo a mid nool laysoo bixin maayow, waa diidan yahay. markaasaa rabbi yidhi awalaa yadakaru linsaan, insaanka saa u hadlaayaa ma wuusan xusuusnayn annaa annaga eebbaa inaan khalaqnaahu insaanka abuurnay min qablu hadda ka hor walam yaku isagoon ahayn shay-an waxbow. fawarabbika lanaxshurannahum, kolka bacsigay diidanaayeen sida rabbi ugu sugay ee ugu dhaartay arag, fawarabbika adiga rasuule muxameda ee sharafta badan rabbiga kulehe ku abuurtay ayaan ku dhaaranayaa, lanaxshuranna kulminna oo kulminna, hum kuwa bacsiga diidan iyo washayaadiin, shayaadiinta u akhriday warkaas ee u macalimiinta u waayeelka ayaan labadaba qiyaamada keenaynaa. qiyaamada marka la tubo maxaa lagu samaynayaa? suma markaan qiyaamada keenay ka gadaal, lanuxdirannahum, waxaan ku diyaarin arinana lananzicanna, qolada odayaasha ba horta naarta la geynaya, lananzicanna waa aan nu siibaynaa min kulli shiica, koox la arka kulligeed waxaan ka siibaynaa, ayuhum kooda ashaddu ku daran cala araxmaan, ilaaha naxariista korkiisa citiyan kibir. suma kolkaan kuwaa ku hormarina naarta, lanaxnu annaga eebbaa ayaa aclamu u ogaal badan, biladiina kuwa hum iyaga awlaa ku garle bihaa naarta, siliyan qumud, inay naar ku qumudaan kuwa ku garle aniga aqaana cidaan warsanaayo lama arka wey. waa mujrimiinti kuwii waaweynaa ee bacsiga diidanaa ee dadka u horseedaayay qolada marka hore ku xaqleh inay naarta galaanna cidaan warsanaayo male waa aqaan baa rabbi yidhi. fawarabbika adiga rasuulkee muxameda rabbiga kulehe ku abuurtaan ku dhaartay ee lanaxshurannahum, inaanu kulminayno iyagan caasiyaalka ee qiyaamada dafiray, kuwii hor iyo kuwa dambe iyo kuwa dib ka iman doona, waxalla wixii munkiri ilbacsi ah ee qiyaama diiday idaylkii, iyagiiyo waxaa lasoo kulminayaa, wa shayaadiin, shayaadiintii warkaas u akhrisay ee maskaxdiiyo maanka ugu tuftay iyagoo isku xirxiran baa la keenayaa. suma haddaanu soo shirinna ka gadaal, lanuxdirannahum, waxaanu ku diyaarinaynaa xawla jahannam, jahannama gaararkeeda ayaa intaan lagu daadinin lagu diyaarinayaa, jisiyan iyagoo qarqarsiisano jilbihii iyo qoorta isugu xiran isku xirxiran. suma haddaanu sidaa yeelo, lananzicanna, waxaan siibaynaa oo dhanka naarta loo siibayaa, min kulli shiicatin, koox kulligeed xaggeed, ayuhum kooda kooxda ashaddu ugu daraasho badan, cala araxmaani allaha naxariista korki, citiyan kibir. suma ka gadaal, lanaxnu annaga eebbaa ayaa aclamu u ogaal badan, biladiina waxa hum iyaga awlaa ku garnimo badan bihaa naarta jahannama la yidhaah, siliyan gubashiya qumud, in intay galaan oy ku gubtaan ay qumudaan kuwa gar u leh waa naqaanaaw, wa in minkum ilaa waariduha. waxay aayaddan tilmaamaysaa arrin yaabli, jidkan la maraayo ee jidka siraad la yidhaah jahannamuu ku kor yaal, jahannama hoostiisay ku taal, isaguna korkeeduu maraa, waa shinyeer oo kale. markaa wuxuu noqonayaa kolka qof mu'mina maraayo jidku way isku dhagaayaa, naarta ololkeeda waa baqtinayaa, jahannamo waa hadlaysaa, jusliy yaa mu'min, marun i gudubkaaga mu'minka ow, fa inna nuuraka adfa'a lahabi, iftiinkaagii baa bakhtiiyey ololkayga, kolkaasuu mu'minka gudbaya amaa kii caasiga ahaa, kolkuu maraayo
shinyeerkii baa fakanaya, halkii buu ka dhacaya, kolkaa mid dhaawac ku gudba oo isagoo dhacdhacaamaya meesha dhaafa iyo mid meesha ku dhaca ayaa labadaba la yeelanayaa. alla wixii ka baqiya mu'miniin ayaa gudbaya, wixii kale shinyeerkaa kala fakanaya halkaasay kaga aguugayaan. qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi wain minkum maa minkum axad idinka basharkaa idinka mida ma jiro ilaa haddii uu jira waariduhaa axadkii mid jahannama ku arooraayow oo jidkaa korkeeda maraa la maraaya kolkaa wuruudku waa almuruuru calayhaa kaana wuxuu noqday aroorkaa jahannama korkeeda la maraayo calaa rabbika adiga muxameda rabbigaa korkii wuxuu ku noqday xatman mid go-an maqdiyan la xukumay suma markii la maray ka gadaal nunajii waa badbaadinaynaa alladiina dadka ittaqow kufriya macsiya iska ilaaliyey waa badbaadinaynaa wanadaru waalimiin tulmi falowyaalkii baanu ka tegaynaa fiihaa jahannama gudaheeda shinyeerkii baa kala baxay halkii bay ka daateen jinsiyan iyagoo qarqarsiisan oo si xun u fadhiya bay afgembi ugu dhacayaan way minkum maa minkum axad idinka mida ma jiro ilaa haddii uu jiro waariduhaa jahannama mid ku arooraayo kaana wuxuu noqday aroorkaa jahannama korkeeda lagu arooraayo calaa rabbika rabbigaa korkii wuxuu ku noqday xatman arrin go-an maqdiyan xaggee ba laga xukumay suma haddii lagu arooro ka gadaal nunajii waa badbaadinaynaa alladiina akhyaarta ittaqow iska ilaaliyey gaalnimiyo macsiyo wanadaru waa aanu ka tegi doonaa aldaalimiin kuwii dulmi falowyaalka ah bilkufri waalmacaasi ku dulmi falay fiihaa jahannama gudaheeda ayaan uga tegaynaa jisiyan iyagoo afgembi ugu dhacay waidaa tutlaa calayhim aayaatuna bayinat ayaddan waxay tilmaamaysaa markaa waxyigu soo degaayay dhaqankii jiray dad mu'miniin oo masaakiin oo saboolu badan niman gaalo oo kibray kolkaa markii jahannamo iyo laga sheekeeya janna oo jannadiina meel agaasiman oo isku duwan wax walba yaallan jahannamana meel baasoo inkaari ku dhacday iyagii la yidhi saad ku socotaan markaad ku socotaan jahannama idin quwaacaysa dadkan mu'miniinta ee liidaysaan janna wax walba yaallaan baa la geynaya yay arrintii muqaarano ku sameeyeen oo waxay yidhaahdeen adduunka markaanu joogno annaga aad gaalo nagu sheegaysaan iyo idinka mu'miniinta isku sheegaya bal yaa guryo fiican yaa sakood iyo fagaaro fiican adduunka annagaa idinkaga guryo fiicano aqalladaanu haysanaa ma haysataan meelahaanu ku shirnaana ma haysataan bannaan baad farfariisataan kolkaa qoladii adduunyada ku fiican baa aakhirana ku fiican siday u hadleen arag qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi waidaa tutla haddii la aqriya calayhim mushrikiinta korkooda aayaatuna annaga eebbaa aayadyaalkaan soo dejinay korkooda haddii lagu aqriyo bayinaatin aayadyaalkii oo cadcad oo waxaa ku cad ilaa qofka rumeeyee raacay waxa khayre loo diyaariyey rabbi qofka beeniyee gaaloobay ciqaabta loo diyaariyey wixii baa aayaadka ku cad kolkaa markay wixii lagu aqriyo korkooda ayay qaala aladiina wixii yidhaahdaan kafaruu gaaloobay waxay u yidhaahdaan liladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey ayulfariiqayn labadeenna kooxood idinka mu'miniinta iyo annaga gaalada labadeenna kooxeed qoladeeba khayrun fiican hadda la jooga maqaaman aqallo bal yaa guryo wanaagsan waa axsanu yaa wanaag badan nadiyan fagaare oo meelaha goobtee la joogo guri iyo golaba yaan wanaagsan wey maqaaman yaa guri wanaagsan waa axsanu nadiyan yaase golo wanaagsan qola meesha lagu sheekaystee lagu shiro wey gurina meesha lagu hoydee la socdee la hargalo wey kolka haddaanu haddeer idinka guri iyo golo fiican nahay hadhowna way idinka fiican nahay kolka maxaa noo hadadaysaan ood nooleedihiin idina naarn baa laidin geynaya annagana meel fiican baan tegaynaw kolka waxa kani waa raddiyo intiqaam waxay ka hargudanayaan aayaadkii eebba soo deji iyo waxyigii ilaa naftiiyo qalbigii baa huraysa waa laydin naarayaa markii la yidhi meel baas baad mudanaysaan dadkaana meel fiican baa la geynayaa raddigaanay keen waa looga jawaabi doona waidaa tutla haddii la aqriya calayhim mushrikiinta korkooda aayaatuna
annaga eebba aayaadka naga bayinaatin, iyagoo aayaadku cadcad yihiin. qaala aladiina, wixii waxay yidhaahdaan, kafaruu gaaloobay, liladiina akhyaar, aamanuu xaqa rumaysay, ayulfariiqayn, labadeenna kooxeed kuweeba, khayru ficnaan badan, maqaaman guri, oo waaxsanu wanaag badan, nadiyan gole. kolkaasaa rabbi yidhi guri wanaagsan iyo golo wanaagsan waa laydiinka horeeyey. wixii guri wanaagsan degi jiray, kolo fiicanna fariisan jiray, gaalnimana ka dhaqan yeeshay, nag baa laga dhigay. kolkaa gurigiinna iyo golihiinna midna qiimi ma leh, ama allaad rumaynaysaan ama waa laydin baabi'inayaa adduun iyo aakhira labadaba. qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi wakam badana, ahlaknaa intaanu rognay, min qablihim qaaladan quraysh ka hor, min qarnin ummadyaal, hum kuwa hore aan u halaagnay, axsanu ay ka fiican badnaayeen, asaasan aqal iyo maacuun iyo waxay ku faanayaan, iyo wariyan daymo. waxa kan manaadirtee la dhowrto ee aan dan kale laga lahayn, ee guryaha ama samayskooda iyo dhaladooda lagu sameeyo, ama aqalka guyiisa la dhigo, muraayadaha iyo waxyaalaha fiyooraadka la dhigo, dhaariyan la yidhaah, kolka wax la dhowrto iyo maacuun lagu dhaqmo, dad idinkaga fiicnaa idinka baanu dabar goynay, idinna haddaydaan joogsan tii unbaa idin haysata wey, maca guryihiinna iyo golayaashaad ku faanaysa. wakam badana, ahlaknaa intaanu rognay, qablahum quraysh ka hor, min qarnin umadyaal, hum kuwa aan halaagnay, ay axsanu kuwa wanaag badan ahaayeen, asaasan waa mataaculbey, maacuunta aqalka la dhigta iyo weelal iyo wariyan dhowrid, aqalka gudihiisa la dhowro, labadaba dad ku fiicnaan badan, maxaan hortiin halaagnay. qul man kaana fi dalaala, kolkaa dadkaas baadinimada ku sugan aan hanuunna u dan lahayn, in baadinimadoodii la sii kordhiyo si cadaabkooda u bata lagama maarmow. amaa dadka fiifiican ee hanuunka doonaya, ilaah waa hanuuninaya. halkaanaad ka arki doontaan qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi qul, waxaa tiraa rasuulka sharafta lahu, man ruuxa kaana ahaaday fi dalaalati, baadinimo gudaheed, hanuun aan u dan lahayn, sidaa kufaaru quraysh oo kale, falyamdud ha u kordhiyo, lahu kaa baadinimada ku sugan, alraxmaanu allaha naxariista, maddan kordhin, oo dalaalkiiyo baadinimadii baa loo kordhinayaa, xataa idaa ra'aw, markay kuwa baadinimada loo kordhiya arkaan, maa waxay yuucaduuna loo yaboohayo, oo muxuu yahay, ima alcadaaba fi dunyaa bilqatli waalasri waalmaradi waalqaxdi, adduunka cadaab inuu ugu yimaad, oo la laayo oo la qafaalo oo abaari lagu rido oo laga adkaado, waa in masaaca iyo in buunkii qiyaamo korkooda lagu yeeriyo. fasayaclamuuna, waxa ay ogaan doonaan, man ruuxa huwa isagaba sharun shar badan, makaanan aqal, aqalladay ku faanaayeen jahannama aqalkooda noqon doonaa. kolka markaa kadibaa waxay ogaan doonaan qofka aqal ku shar badan, oo waa adcafu ku tabaryar jundan ciidamo. oo adduunka markii la joogo, hadday iyagu isbidaayaan inay gacan sarreeyaan, walaa siyama fi lcahdi lmakiyi, waqtigii maka la joogay iyagaa gacan sarreeyey. kolka hadha way arki doonaan iyagii odagay cuskanaayeene shaydaan ahaa oo cadaab lagu uruuriyey, oy mu'miniintii wax maamulayso rabbi subxaanahu caza wajalla iyo malaa'igtiisii, kolka inay ciidannimo ku xun yihiin, aqalna ku xun yihiin, iyagaa indhaha ku dhufan doono. qul, waxaad tidhahdaa rasuulka sharafta lahu, man ruuxa kaana ahaaday fi dalaalati, baadinimo gudaheed, falyamdud ha u kordhiyo, lahu isaga alraxmaan, ilaaha naxariista baadinimada, maddan kordhin. falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum, oo kale wey, xataa idaa raaw, ilaa ay ka arkaan baa baadinimo loo kordhinayaa, maa yuucaduuna waxaan loo yaboohaya ciqaaba oo laba ah, cadaabu dunyaa walaakhira, ima alcadaab, cadaab inay arkaan fi dunyaa lagu cadaabo, oo dil iyo qafaal iyo abaar iyo cudur in lagu sallido, iyo wa ima saaca dunidaba inay dhammaato, oo saacaddii qiyaama lagu yeeriyo. labadaa goor bay fasayaclamuuna, ogaan doonaan intay nabad qabaan, xaqaa'iqda ogaan maayaan, ibliis iyo naf iyo shaydaan baa wata, laakiin goorta la baatilo oo la baabi'iyo ay fasayaclamuuna ogaan doonaan, man ruuxa huwa isagaba sharun shar badan, makaanan guri iyo boos jahannamo, waa adcafu tabaryar jundan ciidan, wayasiidullaahu
إلى وحو كردين دونا الذين أخيارت اهتدوا هنوني هدى هنون بو كردين أيا والباقيات أرمها حرايا الصالحات أسو صوبا وصلاة هي تصبيح دي هي ذكر هي تحميد هي طاعتك اللي سمينا أيا أي خير خير بدا عند ربك أذيك محمد ربك أكتك خير بدا ثوابا أبا المرين وخير إيضا في عنام بدا مردا لا بشر دبلو لا بدون ويزيد الله الله وحو كردناي الذين دتك اهتدوا هنوني هدى هنون بو كردناي والباقيات الرما هرايا الصالحات يسوسو بمبا خير في عنام بدا عند ربك خبك أكتك في عن ثوابا أبا المرين وخير إيضا في عنام بدا مردا نقصو وعلون نقض إيضا أفرأيت الذي كفر بآياتنا آيات كسبب النزول بيلهاي عاص بن وائل نيل أورنجري بني سوميا وعمر بن العاص بول علي أيا ننفر سما يقانا وخباب بن الأراتي الليلة صحابي قيم بدا سافئي علابي برو سمايي مركا حوغا لعقو كيم مسكين كصحابي عاص بن وائل كويا شي مركا سويري وحن كاربا دين تانكو قولها مركاسو يري لا عضيك حتى تكفر بمحمد هذا محمد كحير الفرطوكا كفريا ما هان دين انكو سينا يا الله مارك صحابيكي مركا ميلدك بالاقة تابتي والله لا اكفر بمحمد حتى تموت وتبعث الى اد كلمة اللقو صوبحيو انا ننكا كفريني مركاسو يري وايهي حتى دوحا الرميسان تاي انا ننتو اللي صوبحينا ايو مركان ننتو ماشا تشيك ايسا انتقنو تاس بدد يدوني عن كلية اخر هذا النفط اذا لا بايجي قولك حقا وحاقي كاسين اي حقا وحاقي كاسين ايو سيدا رب ارنتا هو اللي اقجي ويبارك قال تعالى خبوحوا يا فرائت ايها الرسول الكريم موحد وقاتا الذي وحا كفر كفري عاص بن وائلو لنك الرسول كتعجيب كاللغو ابورا ايو إلا ليه بلوح أرك عاص بن وائلون أفرأيت وحديثك أيها الرسول الكريم الذي أردالك كفر قالوبي بآياتنا آياتك أنك إباسو تجيني كوي وحيقها كوي معجزتها معجزتها كوي كونك وحي أدنب أنك ككفريات ديدي وقال يري إسك حكمنا يا الله لأوتينا وحاليسين دونا آخر حدام تقو مالا حولو إيو ولدا عرور نينك يري أطلع الغيبة موحا قرصون بودال عدي حقا إني وحجران سيكو قادي آخرده وغيب وقرصون تاه إلا مقارين والغيب لا يعلمه إلا الله سيبوكو قادي أم اتخذ موحو يا شي عند الرحمن إله النحريس تأكدي أهدا بلا ما يسقي الله بلا إسلق علي حق مركي اللي تقو إن تدي الدنيا اللي قصينا يو كلا بينبو شاقيو اللانا بلان لما أوسان قرين وحقا أجيران أمالا إله بايري سنكتب أنقو إبا دقائنا ما يقول وحا أوكو هدلي قال لما دي سينا عذابوكم مدانايا أريادا إذا بدرهدالي إسكو هدلايانا عذاب لبات بوكم مدانايا سنكتب وادقي دونا ما يقول وحا أوكو هدلايو وحقا دادية دوية إيجيران لو تينا مالا وولدا وعليقينا ونمد وأكردينينا له إساقا من العذاب عذابك أكجيرا قال لما أقلو أيان مدا كردين هذا الحمد درتاد أكردينينا ونريثه إلى وحو يري إساقي وحانك العلايا ما يقول حقا وحو تقداي كوانا الدنيا لأكو أستيكو كبري أيان بانيك الله كدعلايا إساقان قورتا قبانا يا وبغتنا يا كلها كوانا دونك جوغي دادية دونيا إحدى روحيسو بابا كدعلا يا وحقا أجري واركود بدا ونريثه ونحل دونا ما يقول وحنوليه وحقا إيجران إحدونك أجوغا أيانو كدعلينا ويأتينا أنك ألو نائما دونا فردا أسابو كاريجي سيدا ساربي وغا جوابي عاص بن وائل سهمي ملعون وين ذيبوه أفرأيت أيها الرسول الكريم وحديثك الذي إنك كفر بآياتنا
أنك الله آيات كنك كفريي إيه وقال يري لو طينا والله سينايا مالا حوله وولدا عروه أطلع الغي وحقر صنميو طالع ذي أمي تخدم وحو يا شي عند الرحمن ألا أن حريس تأكتي أهدا بلا كلا وحو مجيران سنكتب وادقينا ما يقولوا حكوات لايو ونمد وأكرينينا له إسرا مدا من العذاب عذاب في عقيسة مدا كردين وعذاب الكفر هي كلمات كالاستهزاء عذاب كلا شيء لا كرسارا ونرثه ونحن علينا إسرا ما بانك علينا وحاو يقول شيئا وياتينا قيام نوغو إمان دونا فردا إسرا كريقاو واتخذوا من دون الله كل كان مشركين تا إذا بدرد إيا وحي سمينا إيه أرد قال تعالى خدوحي واتخذوا وحي قال ذي ياشان من دون الله اللي هو إناي واحد كاكسوك آلهة إلهي البيس ميستان ليكونوا إنا إلهي الكؤ النغضان لهم إياك عزا شرف وحوط الوخياري مركز الرب يريك الله ولا شرف يعز إذن من نغضان بل سيكفرون إلهي الكبابك كفرين دونا بعبادتهم عبادة المشركين قوى المشركين دا عابدين إلهي الك عابدين فإلهي الك ككفرين أيان أو يكونون إلهي الك وحيهان دونا عليهم مشركين دا ضد كونتري فكون نغن دونا وإن تكسور جيستان أي وحيده دونا ما كانوا إيانا يعبدون وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون بل كانوا يعبدون الجن أي فليه دونه كل كواحد وحبي نوكر أيان إليين أنت كسور جستان أي دفران بيكون عندنا كل كعديد كسور جدا بيكون نقونا يوم واتخذوا وحي عشان قال هذا من دون الله أبوينا كسوك آلهة المعبودية ليكونوا لكي يكونوا إلى يالك إن النقضان لهم مشركين عزا شرف كلا عزي النقون مايان سيكفرون إلى يالك أبا كفرين دونا بعبادتهم عبادة المشركين مشركين عبادة عابدين وهو يكونون وحي إلهي الكون قندونا قيام عليهم مشركين ضد كوا كسهر جيدون ألم ترى أن أرسلنا الشياطين وحي آيات أن كوت الماما إساء قال هذا معاصد يقفك يقرد هذا يقال إزي عاسيالك شياطين بعد بدأ وقجرتون فضي وقلي كوانا كعنا يو أبابولا كل كان مصيحا كرا إنا يقفك لان خمر عبان زينيستان بل سميان ماهاني قال تعالى خبيوه يري ألم ترى أيها الرسول الكريم رسولك شرفت لو موادا أغي أن أنك إبائنا أرسلنا الشياطين شياطين تدرني على الكافرين قال ذكر كذا أنه كدرني تأزهم يضع شياطين تكعين أيسو قال ذا أزا كعين فلا تعجلها دقدق عليهم قال ذكر كذا إنما وعكل ماها نعد وأترينينا وعلا وعي سميان كفر يا معصية لهم إياك عدا ترو كل كادن بيبي كرر سنايا والله ترين ايا وحلو دافا مالا حساب عصير اللقو قادا ايا اكو تكدقين ادانو قبع ألم ترى حصولك شرفت له موازا اوغي ان لك إبائنا أرسلنا الشياطين شياطين تدرنا على الكافرين قال ذكر كذا انو كدرنا تأوزهم قال ذي با شياطين شياطين تيبا قال ذي كعين ايسا في المعاصي والكفر بيكو كعين ايا ازان كعين وهذا قال ذو النسان لهايين هر قلي لهايين شياطين تا دبدا فرتك قلي نيسا ونصلوا لقوا وقلي كل قاسي كوان نقفك إياحوما هقلايين فلا تعجلها دقدق عليهم قال ذا كوركوضا إنما وعكلماها نعدوا وأوترينينا لهم يقفوا حي قلان عدا انترو حدونا وعلق أفال مرينا يوم نحصل المتقين وطريقة ذي قيمة ربنا القرآن كاتكو صوبارتي ترغيب يا ترهيب ترغيب كيبا هرييي حتى ترغيب باب باللوضي أخيار تصيد قيامه لو سلوين أيارك اذكر أيها الرسول الكريم حصولك صرفت له الشيء ومدى يوم مال إن يجري دون تنحصر أن أنك إبا كل من دونه المتقين ذاتك كفر إيا معسي إسك إلالي إنت الله كل منا إلى الرحمن إله النحريست الله كل منا وفدا إيقو قوت فرس لي قاديد كجوغة أي الله لو جينا يا قلدي كرارة ونسوق المجرمين كويدا بيدا ووين ولا كعينا يا ملاك بعد ذلك جرمينا إذا
حق الله ولا تعب كتبة إلى جهنم. جهنم الله وضع وردا إيقو اللوك أرار أومن كوين قاديد بيفولين كوان إيقو أومن اللوغين أي لا يملكون هنا المايان أشفاعة أرقين إلا من باشفاعة هردا من باشفاعة أنت إتخذ يسي عند الرحمن إله النحريست أكتيسة أهدا بلن بلن كوا معي لا إله إلا الله محمد رسول الله قف كيري أي ألا أكتي كشفاعة قادة قف كلمانه كلها قيامة دافك اللغو تقاينا ساسا اللغو تسي وحيمون منا قاديد بيكو إمانا يان اللان الله وضا إنو كرام يسغى بلو سودو وجنة ديسك وحيم مجرمة قارون بعد بدل لقال دعايا جهنم الله وضا حقيب الله ما وضا إيقو اللغو أرورو أمو يوما مالين إن يجري دونتا أمدا وشك نحشره أنو كل منا إنو المتقين دوتكي ألاك بقي إلى الرحمن بالله كل منا يا إله النحريس تعجيزة وفدا يقو قاديد كجوغا ونسوق وعنو كعينينا المجرمين كوي قال ذا إلى جهنم أنو كعينينا وردا يقو لغو أروريا لا يملكون ما أنتان دوما أشفاعة أخيارين إلا من باه أنت إتخذ يسي عند الرحمة إله النحريس تعجيزة عهدا بلنا وتوحيده وقالوا اتخذ الرحمن ولدا هذا الحمد قال ذا أي كوهد لجرين إيه وحبا إلا ينكا دور سنجيري نارك وقالوا قال ذو وحي إرادا اتخذ الرحمة إلهي النحريست وحو يا شي ولدا إلمو ملكاسا ربه جوابي لقد وحادبا جيتو منات قالوا إلا تمادين شيئا نرهم بعد لا تمادين إدا وين وقلفزا تكادو سماواتو إرادي الوحي سيغان يتفطرنا إنا جحجح مايان منو هذا الكادرتي وتنشق الأرض أخذنا أي كلا دلد الله عيسو وتخر الجبال وروهنا أي لعيان حدا دمد أن دعوا إني شاقان للرحمن إلهي النحارستاي ولدا إلمه شاقان وما ينبغي وما قلمه للرحمن إله النحارستا أن يتخذ إنو ياشو ولدا إلمه وما قلمه. قالوا مشركين توحي إلى ذن اتخذ الرحمن إله النحارستا وحو ياشي ولدا عرور لقد وحاد لبا جيتوا من اللتي مادين شيئا نهرم بعد اللتي مادين إدن وين وقلفزا تكادوا سماواتو أي إرريالكو السيقان يتفضرنا إني دلد الله عيان منو شيئاتكو هذا شيئا درتي أو وتنشق الأرض عرضنا أي دلد الله عيسو وتخر الجبال وروه أي دعايان حدا دمد أن دعوا إني النسبيان للرحمن إلهي النحريست أي ولدا إلباه النسبيان وما ينبغي وصل أرقل من للرحمن إله النحريست أن يتخذ إنو ياسو ولدا إلمه ومعنا ننتول محاجر إن كل من أحد كل جيماها في سماوات إلى ريال قدوهات كسوغن والأرض الوليال قدوهات كسوغن إلا آتي الرحمن إله النحريست إيمانا يا عبدا إساقو أدونا لقد وحادبا أحصاهم إبا إنو كوبي أدومها إذا الكوب ووعدهم كولا بأوهي رأستيريي عدن ترو وسان كون أركن وحود لي وحلا دسي مدن يوحود حا وكلهم أدومها إذا الكود آتيه الله يؤمن أيان يوم القيامة قيامة مالين تهدا فردا يسوى مدل أركافة كاليقي يهي أيها الله يؤمن أيو كل كما قال ذي بنت هاي المشركين تساقين ساسأل لأوه بانيي إن كل من ما كل من أحد كل جيماها أونك يودنوي في السماوات إلى ريال قدود وحاكسو غني أون إبا والأرض إلى ريال قدود وحاكسو غني أون إبا إذا الكود إلا آتي الرحمن إلى النحريس الويمان أيان عبدا إيقو أدوما لقد وحادبا أحصاهم إبا إنو كوبي ووعدهم أوتريي عدا ترو وكلهم أونك إذل آتيه اللي يؤمن أيان قرم يوم القيامة قيامة مالين تيدا فردا مثل بيسوغو كاليقيا أيو إيمانا يو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وطريقة دي مركة مركي تريبكي لقيمي ترغيبكي واكنا إن الذين أخيارت آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا سيجعلوا وحوية لدونا لهم إياك الرحمن إله النحريست ودا كالقعلوا إياك فإنما وحك لماها يسرناه
qur-aankii fudaydinay baa eebba yidhi bilisaanika adiga rasuulkee muxammeda carabkaagaanu ku fudaydinay litubashira likay tubashira inaad farax geliso bihi qur-aanka almuttaqiin dadka alla ka baqay aad ku farax gelisid oo wa tundira aad digtid bihi qur-aanka qowman dad lubdan war badan kuwaan murmaaye qancila ee xaqa ka soo horjeedana inaad ugu digtid oo ay ogaadaan wa kan badana ahlaknaa intaan rognay qablahum kuwaan hortood min qarnin ummadyaal hal tuxisu ma heli kartaa minhum kuwaan halaagnay xaggooda min axadin qofna ma ka heli kartaa aw tasmacu ma maqli kartaa lahum kuwaan halaagnay khigsan shanqar qofna lagama hayo shanqarna lagama maqlo kolkaa kuwaan caasiyaalka hadday edab yeelan waayaan allana ka baqi waayaan rususha u hoggaansami waayaan iyagana jidkii baa la marinayaw ina aladiina akhyaart aamanuu xaqa rumeeyey ee wa camiluu camal falay asaalixaati acmaal suuban sayajcalu wuxuu u yeeli doonaa lahum iyaga alraxmaanu allaha naxariista wuddan kalgacalo oo iyagii dhexooda baa isjeclaanaya taqi alla ka baqaayo qofka hadduu yahay ummadahoo dhan baa jeclaanaya marka ugu horraysa maxabadu min allaahi bay ka bilaabanaysa ilaah baa addoonkan suuban jeclaanay markuu jeclaaduu jibriil u yeeraayaa addoonka hebelaan jeclahay jibriil waa inaad jeclaatid jibriil baa jeclaanaya malaa'igtuu jibriil kulminaya malaa'ig allahi waxaad ogaataan ilaahii weynaaya waaxidka ah addoonkiisa hebel uu jeclaaday waa inaad jeclaataan malaa'igtoo dhan baa jeclaanaysa markaasaa dhulka maxabadii la keenaya inta alla rumaysee raacday baa jeclaanaysa kolka maxabadaas ayaa rabbi u yeelayow sayajcalu wuxuu alle u yeelayaa lahum kuwa iimaan iyo camal suuban isku darsaday alraxmaan ilaaha naxariistaa wuddan kalgacalo ay addoommahoo dhan jeclaadaan allaa jeclaanaya malaa'igtaa jeclaanaysa mu'miniintaa jeclaanaysa fainamaa wackala maaha yassarnaahu qur-aankii fudaydinay bilisaanika bilugatika adiga rasuulkee muxammeda lugadaada carabiyada ayaanu qur-aanka ku sahalnay oo lugal carabiyuu ku soo degay litubashira inaad ugu bishaarayso bihi qur-aanka almuttaqiin dadka alla ka baqay inay janno leeyihiin aad ugu bishaarayso qur-aanka oo wa tundira aad digtid bihi qur-aanka qowman dad ugu degtid luddan muran badan kuwaan gaaladee murmaaya ee akeegta maayana inaad uga digtid wey cadaab iyo xumo ayna ogaadaan ummad badan oo iyagoo kale ah la xaaqay wa kan badana ahlaknaa intaan rognoon dabar goynay qablahum kuwaan luddan ee muranka badan hortood min qarnin umadyaal hal tuxisu ma heli karaysa hal tajidu haddaad adduunkao dhan wareegta ma heli kartaa minhum kuwii la halaagay xaggooda min axadin ka badan daayo qof keliyeeta oo kuwii la halaagay ka badbaaday ma heli kartaa ma heli kartid aw tasmacu ma maqli kartaa lahum kuwii la halaagay rigdan shanqar wax qajaf qajafa iyo shanqar ma u maqli kartaa uma maqli kartidu wallaahu aclam.